يعطيكم العافية، يعطيكم العافية يا سادس. اليوم كمان مثلا ناخذ عن dividing three digit numbers، ثلاث منازل نقسمها هون على منزلتين وليس منزلة. طبعا هذا آخر درس إن شاء الله، يمس درسنا اليوم في الماث، وكل سنة وانتو سالمين. يلا يا مس، خلينا نشوف مع بعض كيف نقسم ثلاث منازل على منزلتين. خلينا نطلع أول إشي 2 divide 12، هل يجوز يا مس 2 تقسيم 12؟ لا، بدنا عدد أكبر لحتى نقدر نقسم على 12. باخد 24، 24 تقسيم 12، 24 كم 12 فيها يا مس؟ 2 multiply 12 24 0 0. هون بنزل هلأ 0، طبعا طرحت اللي ضربته مع بعض، وبنزل هلأ 0 divide 12 0 0 multiply 12 0، فالباقي راح يطلع هنا 0. طيب 5 divide 14 لا يجوز، 56 divide 14 يجوز، 56 كم 14 معها يا مس؟ جربوا بالتجريب، رح تلاقوا انه 56 فيها 4 14 14 و14 و14 و14، بكون عندي الجواب 56. 4 multiply 14 رح يطلع يا مس هون 56، بنزل الاصفار وهون بنزل الصفر، طبعا هون بطرح وهون بنزل الصفر. 0 divide 14 0 0 multiply 14 0، فبكون الناتج عندي هون يا مس كم؟ 0. طيب 9 divide 19 لا يجوز، بدي اخذ 95 divide 19، 95 بدي اخذه divide 19، 95 يا مس كم 9 فيها؟ كم 19 فيها؟ 5. 5 multiply 19 95 0 0، هون بدي انزل يمس 0 0 divide 19 0 multiply 19 0 0. طيب بيطلع الجواب هنا 50. 6 divide 16 لا يجوز، بدي اخذ 64 divide 16، 64 كم 16 فيها يا مس؟ 4. 4 multiply 16 64 0 0، وهون يا مس شو بنزل؟ الزيرو. طيب 0 divide 16 كم يا مس؟ عندي هون 0 multiply 16 0، وبيطلع الجواب عندي هون 0. طيب هون 9 divide 13 هل يجوز؟ لا. طب 91 divide 13 هل يجوز؟ نعم. 91 كم 13 فيها يا مس؟ 7 multiply 13 راح يطلع عندي هون 91 0 0، هون دنزل عندي هون الزيرو. 0 divide 13 0 multiply 13 0، فبيطلع الجواب هون عندي كم؟ 70. 9 divide 15 لا يجوز، بدي اخذ 90 divide 15، كم 90 فيها يا مس؟ 15. 6 multiply 15 90، بنزل هون الصفر، طبعا هون طرح 0 divide 15 0 0 multiply 15 0، فبكون هون الجواب يا مس كم؟ 60 55 divide 17، 85 كم 17 فيها يا مس؟ 5. 5 multiply 17 85، بطرح 58 subtract 8 0 5 subtract 5 0، هون بنزل الصفر، بدي بما انه نزلت منزلي فلازم اطرحها، لازم اقسمها على 17. 0 divide 17 0 و 0 multiply 17 0.